هل تعرف معنى الشغف؟ أنا هلأ وصلت على القطب الشمالي. تفضل. أنا معك. أول شيء عملت ويب سايت؟ أول شيء إحنا عملنا موقع. شوف كيف الطقس. لازم. عندنا مشكلة بإنه الطقس مش دقيق عم بكون في المنطقة. طب ما نحن بدنا نعرف كيف تتوقع. هلأ هو كلهم أفكارك هيك على الإزاز. هيدي اللي بيميزك. عشان تقدر تحولي أي فكرة لبزنس لازم إنه يكون معك فريق. فرص تفضل المستعدين. شوف في بعدنا مبلشة. عندي سؤال حشري، أنت تأسك الداخلي عادة كيف بيكون؟ ظل طول عمري عايش على ندم إني ياريتني عملت. أنا من الناس اللي ما بآمن بالحظ على فكرة. كات كات. محمد الشاكر رائد الطقس في العالم العربي، هل أربكه ضباب الرحلة أم لا شيء مستحيل؟ لا شيء مستحيل يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.